مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض كيكة المقلاي. كيكة جدا بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم اي وقت. طبعا اللي ما عنده فرن ممكن يجرب هالطريقة، بتعطيكم نفس الهشاشة اللي ممكن تخبزوه بالفرن. طبعا بتلاقوا المقادير كلها موجودة تحت صندوق الوصف. بالبداية عندي انا هون حبتين من البيض، لحط عليه نص كوب من السكر والملعقة الصغيرة شوي من برش الليمون عشان اتخلص من زنخة البيض. لحط عليه كمان ظرف من الفانيلا ورشة صغيرة من الملح. اخلطهم كلياتهم مع بعض لحتى صار هيك بهالشكل. لحط عليها هلا كمان نص كوب من الزيت ومعلقة من الخل، وفيكم طبعا كمان تحطوا معلقة من عصير الليمون. اخلطهم هذول مع بعض وراح ضيف هلا معلقتين كبار من الكاكاو. طبعا انتو فيكم تخلوها هيك سادة يعني بدون كاكاو، او فيكم تعملوا مثلي النكهة اللي انتو بتحبوها. بعد ما خلطتهم هيك بنزلهم شوي. هلا بدي اضيف الطحين. رح اضيف بالبداية نص كوب من الطحين وخلط، بعدين هلا راح احط نص كوب من الحليب. اخلطهم مع بعض، رح كفي هلا كامل كمية الطحين. بحط عليه ظرف كمان من البيكنج باودر. بعد ما خلطتها كلها شايفين كيف صارت هذا القوام اللي صار عندي. انا مجهزة هون هاي المقلاية، حطيت فيها ورق زبدة هيك قصيت مدوره بهالشكل، ما دهنتها بأي شي. رح نزل عليها هلا كامل كمية الخليط. حاول هلا رتبه وزعه هيك بهالشكل ورتب الوجه. رفعت انا هلا على النار، حطيت تحت المقلاية هي اللي تبعت هداية الرز ووطيت تحتها النار لحتى تكون النار تحتها كتير خفيفة. بغطيها هلا وبتركها على النار. بعد تقريبا ربع ساعة شايفين كيف هيك الغطا جمع عليه بخار المي. هذا لازم كل شوي نحن نمسحه، تقريبا يعني كل 15 دقيقة أو كل 10 دقايق بتشيلوا الغطا وبتمسحوه وبترجعوه عادي. بعد ما مر عليها نص ساعة بضل بمسح الغطا هيك بهالشكل. طبعا انا بحرك هيك شوي المقلاية مشان اتأكد انه النار موزعة بكل مكان لحتى ما مثلا تنفخ من جهة وتضل جهة لا، فتأكدوا انتو تحركوه لحتى ممكن يكون عندكم الغاز شوي مايل فمشان توزعوا النار منيح. راح اختبرك كمان هلا بعود الشيش. صارت عندي يعني ما ضلت طرية بس تحسوها شوي هيك رطبة، فانا راح اتركها كمان 5 دقايق وبعدين اطفي تحت النار، بتكون عندي صارت جاهزة. حطيت انا هون هذا الشبك عندي، رفعته لحتى احط عليه الكيكة لحتى تبرد. تأكد كمان انه الوجه هيك صار ناشف. طبعا ابدا ما بتعذبكم بالقلب، يعني بتنزل معاكم بكل سهولة. هفرجيكم كيف، ابدا ما لزقت معي، نزلت مثل ما هي. شايفين هالمنظر الاحلى؟
هلا بدي اتركها لحتى تبرد تماما. بعد ما بردت حطيت انا هلا بالصينية لحتى قصها بالنص. شايفين كيف بتكون من جوا؟ بدي سقي انا شوي هون بعصير البرتقال، ممكن كمان تحطوا شوي من الحليب او حليب الشوكولا يعني اللي بتحبوه انتو. ومجهزة كمان عندي انا هون شوي من الكريمة، نوع الكريمة اللي انتو بتحبوه. دهنت كلها هيك بالنص، وحطيت كمان الطبقة الثانية ودهنت كمان بشوية من الكريمة. ممكن تتركوا الوجه بدون ما تغطوه أو تعملوا مثلي اللي بتحبوه. بعد ما غطيت الوجه كله بالكريمة بدي زينه كمان شوية بحبات الفريز. وبس هيك بتكون صارت كيكتنا جاهزة. شايفين المنظر من أحلى؟ كيكة جدا بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم وقت. مثل ما شفتوا مكوناتها جدا جدا بسيطة، ومثل ما قلت اللي ما عنده فرن أو مثلا ما بيحب يشتغل على الفرن، هاي الكيكة جدا سهلة، بتعطيكم نفس تمام يعني تماما نفس الطعم تبع إذا خبزينه بالفرن. شايفين كيف هيك ارتفاعها نفشت يعني منيح عندي. طعمتها جدا جدا طيبة، بتمنى انكم تجربوها. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون من اللايك والاشتراك. بحبكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.